فيديو النهاردة هيكون عن التحالف. عارف الناس كتير مهتمية بأخبار التحالف، ويمكن التحالف بتاعنا احنا الناس مهتمية يعرفوا احنا وصلنا لحد فين. فاحنا زي ما انتم شايفين كده خلصنا الصندوق، وده يمكن اخر مبنى قبل ما ننتج الذهب، فخلاص اخيرا هننتج الذهب، وهنبتدي نشتغل ان شاء الله على المبنى اللي بعد كده اللي هو المقر، عشان نقدر ندخل عدد 2 زيادة. خلونا نتفرج على الفيديو النهاردة ونشوف واحنا بنستخرج الذهب. اهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم ايجيبشن جيمرز وورلد، وحلقه جديده ويسترن سرفايفر والتحالف الخاص بالقناه عندنا. تفكر اي حد كده بيتفرج علينا مش دايس على زرار المتابعه يدوس عليه، وكمان يفعل زرار الجرس عشان يجيله تنبيه على الفيديوهات بتاعتنا. وتعالوا نروح نشوف الفيديو بتاعنا على طول. تحالف اي جي دبليو، التحالف بتاع القناه. اخيرا هنوصل ان احنا ننتج الذهب. فبحب اشكر الناس كلها اللي موجوده، رفا، وكلنا ندعي له كده بالشفاء العاجل عشان هو يمكن بقاله فترة عيان. شادو عاشور من السعودية، ويعني بنحب نشكره على الدعم المتواصل بتاعه. توينز محمود يمكن اكتر واحد دلوقتي عامل دعم وعامل اسهام في التحالف. ياسر كمان يمكن واخد مسؤولية ان هو يقسم الموارد علينا دلوقتي، يمكن عشان عارف ان انا مشغول فبيقسم. ريناد نصر كاتيوشا 1945، ويعني واحد من الاعضاء الاساسيين اللي موجودين معانا في القناة وموجودين يمكن في كل الالعاب بتاعتنا، فعلى طول كده معانا وان شاء الله يستمر معانا على طول. ريناد عمر يمكن عشان الامتحانات فالاسهام بتاعه قل كده شويه، ولكن يعني جه فتره كان هو اللي شايل التحالف على كتفه، واحد برضو من الاعضاء الاساسيه اللي موجودين من اول يوم في التحالف. وعمار يمكن من اواخر الناس اللي دخلت او يمكن اخر حد دخل، وبرضو عامل اسهام هايل جدا رغم الامتحانات، فبنحب نشكر واحد واحد فيهم. ويعني فعلا هما اللي شايلين التحالف. يمكن انا ما بلعبش كتير الفترة اللي فاتت، كمان مشغول ما بقدرش اعمل فيديوهات كتير، فالصراحة انا اللي معطلهم شوية. فيعني معلش بقول لهم استحملوني وبقول لهم شكرا ليكم، وبندعي كلنا رافع ان شاء الله ان ربنا يتم شفاءه على خير عشان يرجع لنا ويبقى موجود معانا على طول. ونخش بقى التحالف. ادي توينز اهو، محمود توينز يمكن من لسه بنقول اهو الفترة اللي فاتت يعني ما كانش عنده امتحانات هو، فقدر يزيد في الاسهام بتاع التحالف. يعني زي ما انتم شايفين اهو عامل 22000، يمكن ما فيش حد قريب منه. يمكن اللي بعديه على طول ياسر عشان هما الاثنين ما عندهمش امتحانات. يمكن عمار وعمر ونينات كان عندهم امتحانات. شادو يمكن مشغول شويه في الشغل ولكن برضه بيحاول يساعد معانا على طول. ورفع يمكن عشان مرضه فما قدرش يشارك معانا. ادي اهو خامس ذهب بقى 16. ادي هنا العربيه والعربيه الالغام، هي الخام اللي موجود فيها 16، ولكن طبعا مش هتقدر ننتج غير لما نخلص الصندوق. اهي مكتوب عليها لم يتم بناءها لان احنا مخلصناش، احنا حطينا يمكن الموارد وبنستنى عشان نتجمع كلنا كده، بنحب نحتفل. يمكن عاده بقت عاده في يمكن عندنا في التحالف ان احنا بنتجمع نخلص الحاجات مع بعض. للاسف يمكن الناس كتير ما دخلتش، او يمكن الوقت اللي احنا بنصور فيه ما كانش مناسب لناس كتير فيمكن ما دخلوش. كلهم يمكن على خريطه دون اتصال. لان هو اللي موجود في قاعه التحالف، هو و محمود توينز. فخلينا بقى كده نروح. انا الصراحه متحمس يعني عايز اخلص عشان اشوف الذهب. ادي اهو خلص المبنى وكده خلاص بقى مبني. طبعا لو دوسنا عليه كده هيبقى التطوير بتاعه، وزي ما انتم شايفين كده خام الغسيل هيبقى من 25 ل 50 في اليوم الواحد. طبعا ده كميه كبيره لان المنجم نفسه بينتج 16 واحده في اليوم. لو عايزين ينتج اكتر فهنعمل انفجار للديناميت هنا، لازم نكمل 60 واحنا بعد كده نفجر الديناميت، فيبقى بينتج بدل ما بينتج 16 هيبقى بينتج 32. ولكن طبعا الصندوق و مش هيقدر يغسل اكتر من 25 واحده، فهم دول اللي موجودين. فهي الفكره كلها ان احنا لازم نطور كل الحاجات عشان نقدر نزود الانتاج.
دي طبعا الفكره اهو، وواقف انا والتوينز اهو واقفين بنرقص وبنحتفل لوحدنا للاسف. الاثنين محمود اللي في التحالف، رينارد المفروض انه موجود بس مش عارف هو فين، مش ظاهر في الصوره، ولكن يعني خلينا كده ندور عليه يمكن نلاقيه. مش عارف المره اللي فاتت برضو لما جينا نبني المحطه بتاعت القطر اتبنت عليه وهنج، ويعني مش عارف حظه معانا وحش رينارد مش عارف ليه. كده احنا خلاص يعتبر خلصنا المباني كلها اللي هنقدر ننتج بيها الذهب، والذهب هيتحط هنا في الخزنه زي ما انتم شايفين. سيتم تسليم شزرات الذهب في 3 ساعه و56 دقيقه، تمام. الخزنه دي كل واحد بيشوف الخزنه بتاعته بس، عشان برضو الناس ما تبقى بتتلخبط ساعات في الحته دي، بيقولوا الذهب هيتقسم على ايه. لا، هو الذهب مش بيتقسم، الذهب كل واحد بياخد نصيبه، فبيروح عليه على طول يقدر ياخده من الخزنه. كده احنا خلاص يعتبر خلصنا كل المباني، لسه بقى المشاريع اللي جوه المباني. هي دي الفكره، ان زي ما انتم شايفين كده كل حاجه بقت مستوى واحد، ولكن كمان المشاريع مستوى واحد، فاحنا مفروض مننا ان احنا نعرف نرفع لمستوى اتنين عشان نقدر نعمل مشاريع تانية. عايزين نكمل حاجات كتير عشان نقدر ندخل ناس اكتر معانا، ويمكن ده اللي احنا هدفنا الفترة الجاية، ان احنا نكمل المقر الرئيسي. وادي هو بنضرب نار ونقعد نحتفل كده، مش عارف بقى بقية الناس فين، مش عارف كنا عايزين نتجمع كلنا ونقعد نرقص، ولكن انا وتوينز بس اللي واقفين بنرقص كده. ان شاء الله هدفنا الفترة الجاية ان احنا نكمل المبنى الرئيسي، فنقدر نكمل اتنين كمان يقدروا يخشوا معانا، لان البنك هاوس لازم نرفع مستواه، بعد كده نعمل المشروع اللي جواه اللي هو السرير ابو دورين ده او الفراش، عشان نقدر نزود واحد بس. فاسهل لنا دلوقتي ان احنا نعمل المقر الرئيسي. بقيت الناس يمكن لسه ما دخلوش، مش عارف، احنا بس انا وتوينز بس اللي موجودين. شادو في المنزل اهو، ولكن على الخريطة. خلينا كده نروح نبص على يمكن احنا ما زدناش بعد ما بنينا المبنى، مش عارف ليه لسه 2310. وللاسف برضو احنا ما بقيناش الاول، عشان الفتره بتاعت الامتحانات دي الناس كلها كسلت فما بقيناش الاول. عشان برضو الناس كلها كانت متخيله ان احنا هنطير بطياره وكده، ولكن يعني الناس برضو كان عندها الامتحانات، فالامتحانات اهم طبعا. زي ما انتم شايفين كده يمكن في ناس كتير ما عملتش حاجه، كلها في التلتميات. يمكن التلتميات دي مع بداية بتبقى النقط، احنا للأسف مش عارفين النقط بتبقى على أساس ايه. دبي اهو، التحالف بتاع أحمد مسعود 1326. إن شاء الله هعمل لكم حلقة عن دبي، هخش بالحساب الصغير بتاعي ونخش كده نشوف عاملين ايه، لأن الصراحة أحمد طالعين بطيارة إن شاء الله هيعدونا قريب، وبالتوفيق طبعا لأحمد ولكل أعضاء تحالف دبي. صالح اهو، التحالف بتاع ساوث لاند دي زي ده برضو يعني المفروض يشدوا شويه، 300 لسه ما عملوش. ذا يونيون برضو يعني عايزين ناس، وكانوا محتاجين ناس معاهم، وطلبوا من الناس ان هم يخشوا معاهم. في تحالفات كتير الناس دخلت كتبت لنا، في تحالفات طبعا ام ان يمكن الراجل الاحد لوحده دخل كتب لي عايز ناس، ودخل كتب في التعليقات والناس حاولت تخش معاه، ولكن يمكن ما كملوش. معرفش بقى هل هو بطل يلعب ولا لا. التحالف بتاع صابر اهو برضو، في تحالفات تانية، في ام اتش دي تمام، جي دبليو اهو بتاع ابو كيان برضو كان معمول على اسم القناة، كي اس اي 818 ده يمكن اللي احنا عملنا منه اول حلقة خالص عن التحالفات بتاع محمد، وكان مهدي برضو هو اللي كان دعانا لي. كاوبويز اهو بتاع محمد برضو، كلهم يمكن اعتقد كلهم من سوريا تمام، برضو من التحالفات القوية وشغالين برضو كويس، ان شاء الله يستمروا. وادي التحالف اهو بتاع شادي بقى اللي عدانا، يعني انا ما اعرفوش شخصيا، ولكن بنقول له مبروك وبنقول له يعني شغالين كويس، استمروا ان شاء الله. دخل الذهب بتاعه 126، عدد اعضاء 8 من 8، السلطة بتاعتهم 2496. ده الزعيم بتاعهم شادي 8992. انا مش عارف اذا كان هو عضو عندنا في القناه ولا لا، ولكن يعني اتمنى ان هو يبقى عضو في القناه، ويعني بقول له مبروك كده، وان شاء الله يستمر ويكملوا على طول. فرقوا عندنا بشويه، يمكن يكون ما عندهمش امتحانات، الله اعلم. يعني احنا عندنا امتحانات هي اللي عطلتنا شويه، فان شاء الله الفتره الجايه برضو هنكمل. ولكن احنا كده وصلنا للهدف بتاع التحالف، ان احنا نبتدي يعني نستخرج الذهب، ويبتدي الاعضاء تستخرج ذهب. شادو هو دخل في قناة التحالف قبل الانترنت، هو موجود يعني، شادو موجود اهو.
مش عارفين بقى الناس فين، حتى مع محمود توينز سابني ومشي وبقيت انا قاعد لوحدي مش عارف ليه. طبعا هي انا محطة الخطار دي احنا شفناها في الفيديو اللي فات عشان كنا بنكملها. بقيت المباني يمكن احنا خلصناهم كلهم، ادي هنا ده الصالون اهو، وهنا البنك هاوس، يمكن بنك هاوس الاول والتاني كده قاعد بدور عليهم اهو، يمكن الاقي حد فيهم. يعني كده احنا مستمرين ان شاء الله في التحالف ان احنا نكمل المقر. المقر زي ما انتم شايفين كده كل الموارد اللي فيه بقت من مستوى 4، لان احنا كده بيتهيألي احنا خلصنا الفاضل، يمكن كومة الورق هي اللي لسه قدامنا شوية عليها، ولكن ان شاء الله هنخلصها. احنا يعني كده تقريبا خلصنا كل المواد مستوى 3. يعني اي حد بيعمل حسابه انه كده داخل التحالف بتاعنا ما يجيبش موارد مستوى 3، يجيب موارد مستوى 4. يمكن انا عطشان، انا عطشان ايه ده ماشي، عرفتوا ليه بقى انا باخد اكل معايا؟ عشان ما يجيش يقول انا عطشان كده، لا عشان بتخض لما بيقول انا عطشان. وادي ريناد اهو ومحمود توينز، ومش عارف ريناد ليه الدنيا ليه برضه واقف، تحس ان هو مهندج مش عارف الدنيا فيها لاج عنده ولا فيها ايه، ولا الدنيا نجت عليه برضه تاني ولا ايه، مش عارف هو مش عارف. طب بقول لنا يا ريناد انت مالك، يمكن المره اللي فاتت بنينا مد على دماغك ودلوقتي اهو انت واقف ما بتتحركش مش عارف ليه. طيب كده احنا خلاص يعتبر كده خلصنا، الشادو موجود اهو ولكن برضو مش عارف هو فين. يعني احنا واقفين كلنا ادي اهو، ريناد موجود. انا يعني كنت نفسي الناس كلها تبقى موجوده طبعا، بحيث ان احنا يعني نحتفل كلنا مع بعض، ولكن يعني موجود انا ومحمود اهو وريناد. قبل ما نكمل الفيديو كده انا عايز افكركم بحاجه، ان احنا عندنا السيرفر بتاع الديسكورد، هتلاقوا الحساب بتاع السيرفر بتاعنا موجود في الوصف تحت، يا ريت تخشوا عليه. احنا محتاجين عدد يزيد عشان هنبتدي نعمل فعاليات عليه اكتر، وهنبتدي يبقى فيه جيف اويز، وهيبقى فيه العاب، وهيبقى فيه حاجات كتير. وكمان الناس اللي عايزه تحالفات تقدر تخش تتواصل عليه، في ناس كتير بتعلن عن تحالفاتها وبتبقى عايزه ناس، فيا ريت تخشوا تتواصلوا جوه عشان اي حد عايز تحالف يقدر يخش عليه. هنقوم بقى نروح نبص على اخر حته. زي ما انتم شايفين كده احنا لما جينا تاني يوم بقى دخل الذهب بتاعنا 26. وخلونا كده نروح بقى نشوف اللحظه الحاسمه واللحظه المهمه في التحالف، الناس كلها بتستنى اللحظه دي، بتستنى اللحظه دي عشان اخيرا 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 هنقدر ناخد الذهب. زي ما قلنا الذهب اللي موجود في الخزنه ذهب شخصي، الخزنه دي شخصيه ما بنشتركش فيهم وما بنقسمهمش على بعض، مش كل واحد ياخد اتنين وكده، لا انت الشخص انت شخصيه. انا لما بفتح الخزنه زي ما انتم شايفين كده في 4 شذرات، تمام؟ اخذت حصتك 4 خلاص، انا اصلا اللي موجود فيها تمام. زي ما انتم شايفين كده 6، كل 6 ساعات بيسلمني واحده، يعني المفروض ال10 هيتملوا في خلال 60 ساعه. ده في حاله ان احنا مفجرين الديناميت، هو الطبيعي بيسلمك واحده كل 12 ساعه تمام. دي برضو على حسب المعلومات اللي عندي، لو في حد عنده معلومه مختلفه يقولها لنا. فاحنا دلوقتي عشان نقدر نطور الحاجات التانية، زي ما انتم شايفين كده خام الذهب بيتغسل هنا، وبعد كده دي عربة الالغام بناخد الخام، وبعد كده تبتدي يتغسل في الصندوق اهو، وادي الصندوق عشان نقدر نزوده هيزيد من 25 ل 50. وادي هنا احنا مفجرينهم، فبيزيد بدل ما بنستلمه احنا كل 12 ساعة بنستلمه احنا كل 6 ساعات. ففي خلال تفجير وقت التفجير ده احنا بنستلم ال10 بيتملوا في خلال 60 ساعة، ففي الطبيعي هيتملوا كل 120 ساعة، مش الرقم ضخم، ولكن احنا كده كده لسه مستوى واحد، فاحنا محتاجين ان احنا نطور تمام. طبعا هنا الفعالية بتاعت صندوق الصندوق نفسه بتزيد لما اطور محطة السكة الحديدية. فالموضوع كله مرتبط ببعضه، نزود حاجة او بنعلي حاجة فيبتدي انتاج يزيد، فنعلي حاجة تانية الانتاج يزيد وهكذا. وطبعا الخزنه محتاجين ان احنا نطورها عشان نشيل عدد اكبر. فيعني كده قولوا لنا مبروك، وقولوا لاعضاء التحالف بتاعنا مبروك ان هم خلاص قدرنا يعني نستخرج الذهب،
ومستنيين ان شاء الله فيديوهات تانية عن التحالف، وبنفكركم بالديسكورد كده خشوا عليه. وكده دي كانت الحلقة النهاردة من التحالف بتاعنا والقناة عندنا. بنفكر اي حد كده بيتفرج علينا لاول مرة يدوس على زرار المتابعة وكمان يفعل زرار الجرس عشان يجيله تنبيه على الفيديوهات بتاعتنا، واستنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية. وما تنسوش الديسكورد، خشوا اي حد عايز تحالف خش على الديسكورد وحاولوا تتواصلوا مع بعض وتخشوا التحالفات، واستنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية من قناتكم ايجيبشن جيمرز وورلد.